رزقنا بولد كان من فئة متلازمة داون. الحمد لله الحمد تربي على هذه النعمة، كيف بعلمه وكيف بأهله أساس يكون طفل ناجح في حياته. فقررت البحث في رحلة طويلة لتعليم ماجد ورفع الدنيا والآخرة. طبعا قبلها ماجد كان خضع لعمليات كثيرة مرت متعبة وكانت خطيرة، توقعت يتوفى يعني يوم من الأيام، عمره 13 يوم عمليات. بس الحمد لله تقويت بالله سبحانه وتعالى، وبعدين مرت متعبة وكانت خطيرة، توقعت يتوفى يعني يوم من الأيام، عمره 13 يوم عمليات. بس الحمد لله تقويت بالله سبحانه وتعالى، وبعدين قمت أبحث عن مصادر المعرفة وعن شلون أعلم ماجد. علمته مهارات التآزر البصري والمهارات الحسية، النظر، التواصل، السمع. فكان الحمد لله ماجد يستجيب، كنت يعني أشتغل عليه من عمره من بعد ما طلعت من المستشفى على طول، وانضميت إلى جمعية إرادة، وكانت والله صدق فعلا نقلة فعليا ماجد وحياته ولنا إلى الأسرة. يعني يكون ماجد يروح جلسات وذا، الحمد لله هذا من فضل ربي علي. فالحمد لله فرحتي في مركز جمعية إرادة الحمد لله يعني ما توصف، لأني صعبة أوديه بعيد، ما عندي عائلة وعندي مسؤولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. شفتوا اللي قبل شوي المقطع الفيديو يتكلم عن جمعية إرادة. جمعية إرادة الخيرية تقدم خدمة نوعية. الجمعيات الخيرية ترى كثيرة، والصدقات والتبرعات كثيرة، وكل على ثغر، وكل يعني يقدم خدمة معينة، لكن تبقى بعض الجمعيات لها بصمة ولها خدمة مجتمعية ما هي موجودة عند غيرها من الجمعيات. فجمعية إرادة تعتني بالمرضى المعاقين وتأهيلهم ورعايتهم ورعاية أهلهم وتدريسهم، هذه أشياء نادرة في المجتمع. فخدمة أو جمعية إرادة خدمة جميلة جدا جدا تستحق منا الدعم. كثير من الأسر عندهم معاناة في هذا الموضوع، لديهم ابن أو ابنة معاقة حركيا أو ذهنيا أو مريضة من الأمراض النادرة، فهذا المشروع يخدمهم ولا يحس بمعاناتهم إلا اللي يبتلى مثلهم. أسأل الله عز وجل ألا يبتلينا، وأن يشافيهم ويعافيهم ويكون بعون أهاليهم. لكن الوقفة لابد أن نقف مع مثل هذه الجمعيات اللي تكون تعاونية وتكاتفية، ولابد أن تقف على رجلها ونكون سند لهذه الجمعيات، لأنهم يخدمون شريحة من مجتمعنا، لا سيما أن الجمعية رسمية وموثقة وموجودة في البنوك. لما تدخل تبرعات جمعيات خيرية ستجد جمعية إرادة الخيرية. وخلونا نكون إيجابيين ومتعاونين ومتكاتفين، وندعم هذه الجمعية وأمثالها، ادعموهم ولو بشيء قليل. أحط لكم أرقام التواصل وحساباتهم البنكية، والله يوفقنا وياكم لكل خير.